تبت بس حنا نقولوا من علو ابليس ويفعوا بلادهم ويتهلاو في والديهم ما يرموش والديهم. انا عندي زوج بنات واقفين معايا راني في البيت حتى توجد الماكله تقول لي ما نوضي تاكلي. هذا هو طاعة الوالدين، طيعوا ربي طيعوا الوالدين. كيفاش تقول يماك رباتك وتعبت عليك وحماتك تسع الشهر في كرشه وتبات قاعده عليك وقلت لهم طلب الحمى تنوض ومن بعد ما دار الشيخوخه على خاطر ما دمرتك قالت لك شوفي با تا ميغ مي غنيني كنت مو لو في تون فيغ جو في بلو انت كا ديباغاسي جاني ماغ مي لو سي بافيي غنبغي لا ديباغاسي فوالا سكو جا دير فوالا وبقاو على خير وسمحوا لي وانا نقول الصح. عادة مشاهدي الافاضل انا من يبكي ضيوفه لكن لا يستطيع الانسان ان يحبس دموعه امام ذاكره مواليد 23 اوت 1921 قريبا 90 سنه. انا متاكد انه مثل ما استطاعت السيده نوريه التي لم تدرس المسرح ولم تتخرج من معاهد عالميه فقط لانها احبت ورغبت وتعبت أن تكون هذا الاسم الكبير في دنيا الفن ودنيا المسرح ببلادنا، أنا متأكد أنكم أنتم أيضا يمكنكم تحقيق جميع أحلامكم لو أردتم. قولوا يا رب نلتقي على فرح.